كريسبي تشيز برجر. واليوم بستخدم عجينة القلي من سولو اللي هي ترند في كل الخليج، بس بستخدم بطريقة مختلفة. أحلى ما فيها إن كل عجينة مفصولة بنايلون، شوف شلون. عطى بخت زيت ورشات سمسم وندخلها الفرن لين تاخذ لون ذهبي ويصير كريسبي. تبي تسوي برجر حلو؟ لا تغسل اللحم المفروم، لا تعجنه، واختار لحم مفروم انت تعرفه. وخلطتي اليوم 150 جرام شاك، 300 جرام بريسكت. حط كرة اللحم، حط عليها ورقة الزبدة وطقها سماش. رشات ملح، فلفل اسود. اقلب اللحم، شوف لي لون الكراست، وطبعا ملح وفلفل اسود. ونزل الجبن، حط لها شوية كاتشب، حط البرجر على البرجر ورفعه ويبهني. اوبا، شوية بصل، شوية خس، وشريحة طماط، وطبق. ركز لي على الطبقات واسمع الحين الصوت وقول عليه بسم الله. تفجيري في المخ. فطورك احلى مع سولو، ادخل حسابهم سوي لهم فولو. برز البرجر.